التلوث البيئي حكاية طويلة وبند فرض نفسه على أجندة معظم المؤتمرات الدولية، لكن يبدو أن فصول هذه الحكاية ستستمر مع كل ما تحمله من تداعيات ليس على البيئة الجغرافية فحسب، بل وعلى الأغلى بالنسبة إلى الإنسان وهو صحته. إذ كشفت دراسة جديدة صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن 53 ألف شخص يموتون سنوياً في الولايات المتحدة قبل أوانهم بسبب تلوث الهواء الناتج بشكل خاص عن عوادم السيارات. واللافت أن هذا العدد يفوق عدد قتلى حوادث السير الذي بلغ 34 ألفاً العام الماضي. وتشير الدراسة أيضاً إلى أن أمريكياً من أصل خمسة معرض لخطر تلوث الهواء نظراً إلى المسافة القصيرة التي تفصل الأحياء السكنية عن الطرق السريعة والمزدحمة. التحدي هذا لا يقتصر على أمريكا، بل يتعداها إلى قارات أخرى مثل أوروبا، حيث أعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة أن تلوث الهواء بلغ مستويات مرتفعة خطيرة للغاية في بلدان أوروبية عدة، وتسبب في وفيات مبكرة وأمراض وخسائر اقتصادية ضخمة. ورغم نجاح أوروبا في خفض الكثير من الانبعاثات الملوثة، لم تفلح في الحد من إنتاج السيارات التي تعمل بوقود الديزل وفي منع حرق الأخشاب في المنازل. وأضاف التقرير أن 22 دولة أوروبية منها فرنسا وإيطاليا وبولندا تخطت المستوى الأوروبي اليومي المحدد للملوثات المهددة للرئتين، وأن المبادئ غير الملزمة التي حددتها منظمة الصحة العالمية تم اختراقها في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وينضم إلينا من بيروت مدير برنامج التنوع البيولوجي في معهد الدراسات البيئية في جامعة البلمند جورج متري. أهلا وسهلا بك أستاذ جورج. بداية أود أن نبدأ معك بهذه الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة، التي تتحدث بأن عدد الأشخاص الذين يموتون في الولايات المتحدة تحديدا بسبب تلوث الهواء أو عوادم السيارات أكثر بكثير من عدد الوفيات بسبب حوادث السيارات. ما رأيك؟ نعم، بالفعل هذه أرقام مؤثرة جدا، لبل أنا بقول أنه إذا ما ناخد كمان تأثير تغير المناخ بسبب الانبعاثات اللي عم تطلع من وسائل النقل والسيارات، نوصل لأعداد ضحايا أكثر بهيك بكثير، وبرات حدود البلدان اللي هي عم بتأثر بانبعاثات هذه الغازات والملوثات بالجو. طيب أستاذ جورج، عندما نتحدث عن حادث للسيارة نحن ربما قد يعني نرى نتيجة هذا الحادث، يعني لو صح التعبير، أما عندما نتحدث عن تلوث الهواء، تلوث البيئي، كيف يتم الاستنتاج بأن هذه الأمراض التي يعاني منها الناس هي أمراض ناتجة فعلا عن بسبب التلوث البيئي؟ نعم، يعني هون أنا بدي أعطي مثال وبدي شبه تلوث الهواء لشخص عنده غابة معينة قدام البيت. إذا كل يوم بينقص شجرة ما حدا حيلاحظ، ما حدا حيحس بالفرق، وحنلاحظ بالفرق بعد ما ينقص الشجر تبع الغابة كلها، وبالتالي هون بيكون تأخرنا على الاستجابة لهيك مشكلة. وبالتالي تلوث الهواء، نحن كل يوم نطلع من البيت من المنزل عم نكون عم نتأثر بهيدي الملوثات بطريقة أو بأخرى، يمكن ما عم نحس فيها مباشرة بس عم نحس فيها بعد 5 سنين بعد 10 سنين، عم تأثر على صحة الإنسان وما عم نعمل الرابط المباشر هون بالتأثيرات الصحة وتأثرها بهذه الملوثات. وهون بالتالي أهمية الوعي عند المواطن عند الإنسان أنه اللي عم يتنشأ أو كل يوم عم بيأثر عليه بشكل تراكمي حتى تصير المشكلة، حتى تصير المصيبة. الهواء بنعرف هو مورد عام كل إنسان يتشارك فيه على الأرض، وبالتالي كل إنسان كمان عم بيساهم بتلوث هذا المورد. يمكن هون خصائص هيك مورد أنه ما في مين، ما في ملزمات هون بعض بأغلبية الأحيان ما في ملزمات للحد من هذا التلوث، وبكون بنسبة عالية من السكان خصوصا السكان اللي عايشين جوانب الطرقات الرئيسية والجوانب المناطق المكتظة
بالسكان بيتاثروا بشكل مباشر وغير مباشر. طيب بهيك تلوث. جورج، هل الحل يعني الان نشاهد انه هذه المشاكل تزداد مع زياده الصناعه والتقدم وفي المدن اكثر من الريف، يعني هل الحل بالعوده الى الريف؟ هل الحل بتوسيع المدن؟ هل هناك ممكن ان حل يمكن ان يطبقه الانسان بمفرده قبل دون ان ننتظر يعني قرارات دوليه وقوانين جديده؟ بالتأكيد أنا هون بدي أصر أنه الحل بيبدأ على الصعيد الشخصي. خلينا نشوف قديش فينا نحن نتجنب سواقة السيارات وخصوصا لمسافات أطول. هلأ نحن بالمنازل صار تقريبا كل شخص عنده سيارة، ففي عدة حلول هون. النقل العام هو أحد الحلول، استعمال سيارة مشتركة بعدة أشخاص هو بعض حل من عدة حلول. في عنا زيادة الرقعة الخضراء كمان هي بتساعد بتنقية الهواء، كمان هيدي تكون حل من إحدى الحلول. في عنا هون كمان فينا نقول إنه نستفيد كتير من المشي، من ركوب الدراجة الهوائية. قد ما فينا نخفف من استعمال السيارة قد ما نحن نكون عم نخفف من تلوثها، وهذا إشي فينا نعملها مثل ما قلت على الصعيد الشخصي بدون ما ننتظر قرارات دولية واتفاقات دولية تتنفذ. طب أستاذ جورج، كون أن معدلات التلوث البيئي وتلوث الهواء تحديدا وصلت إلى معدلات خطيرة فعلا، لو نظرنا لو قليلا إلى المستقبل البعيد إلى الأمد الأبعد، ما هي تداعيات هذا التلوث؟ تداعيات كبيرة إن كان على صعيد صحة الإنسان أو على صعيد البيئة بشكل عام. نحن خلينا أقول السيارات لا شك أنه حاليا أحسن بكتير من 20 سنة لورا، هي بتلوث أقل بكتير من 20 من ما كانت تلوث 20 سنة لورا، بس أكيد بالتالي زاد عنا عدد السيارات وزادت المسافات اللي نحن عم نسوقها أكتر، وهذا الشيء هون بفرجينا أنه مع زيادة عدد السكان حتزيد المشكلة بغياب أي حلول جذرية، بغياب أي اتفاقات كمان دولية، بغياب الوعي عند المواطن عند الإنسان، فحتكون التداعيات بشكل كتير خطر على صحة الإنسان وعلى البيئة من هلأ للسنين اللي قادمة.